الان معنا كابتن الفريق احسن لاعب في المقابله جات اليوم. خويا هذه المقابله ان شاء الله اليوم تصافي غنفوز عليهم ان شاء الله كيجيك. والحمد لله كنشكر اولا بعدا كنشكركم على الاستضافه، والحمد لله كنشكر الدراري على القتاليه ديالهم وعلى المجهودات اللي قاموا بها، والحمد لله اننا كنا متعادلين في البلاد، كنا مفروض عندنا نربحوا على برا باش نحيدوا عندنا ذاك النحس ديال البلاد، ديال التعادلات في البلاد، ولكن الحمد لله بعدا تقاتلنا والدراري كانوا رجعوا وجبنا تروا بولي هي مهمه الحمد لله. وهذا اللقاء كيجاك؟ اللقاء الحمد لله كان زوين صراحه، كان شيق، وخا الربيط حيد لنا واحد البيت في الاخر كان بيت ما فيها لا مال والو، حيد لنا واحد عاوتاني واحد البيت في بريمير ميتا، قال لك واحد بيلانتي قال لك ضربته في يديه وهي بيلانتي، ولكن الحمد لله على العموم ما غاديش نديروا عاوتاني نقولوا راه الاربيتر واش عاوتاني، هذه هي كره القدم. الحمد لله هذا هو المهم. شكرا، يعطيك الخير، شكرا بزاف.